هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديالنا يوتيوب. المهم في هذا الفيديو جينا لكم بواحد الفيديو جديد ديال واحد الشامب لهاد جديد، نفس الكونسيبت ديال البريفيو فيديو اللي لحت لكم تقريبا والبارح. غنبقاو في نفس الكونتوني اللي هو الجيمينج، وهو فيديو ديال واحد الشامب لهاد جديده كاينه في وورلد دريفت اللي عاد دار جديده. تشامب هو ديانا غنهضروا عليها مزيان، غنشوفوا جميع الاشياء اللي كتخص ديانا من ناحيه شكون هي ديانا، كيل جونغ ديال تشامب هي، شنو التخصصات ديالها، شنو اللي مزيان فيها، شنو اللي خايب، كلشي غنهضروا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. اي اون ميم طون غتستافدوا من الجيم بلاي، غتشوفوا فيها الاشياء اللي خايبين في ديانا وكل شيء. في هذا الجيم بلاي لعبت بديانا ولعبت فيها في لو كونسيبت ديال اساسان. اول حاجه نبداو ديانا هي واحد تشامب اللي هو فايتر الاصل ديالو، ولكن اون طون ماج حيت كيتبلد بالابيليتي باور. الابيليتي باور ديالها عندها اربعه ديال لي زابيليتي، الكيو والاو والزد والار ديالها. هادشي كاين في ليك اوف ليجند، باسكو انا كنلعب بها ديجا في ليك اوف ليجند بزاف، وكان ميني هاد تشامب. الوغم كنت من الناس اللي فرحوا بزاف من عرفت بلي هي غير اتزاد مؤخرا، ما تعطلتش وكنت نتسنى بفارغ الصبر. كاين كيحمقني، كاين انا في الجانجل وكنت نتسنى بفارغ الصبر الى اجوتاه وما عرفتش وقتاش يزيدوه. بالنسبه ديانا هي فايتر كما قلنا، وماج هذا هو الكونسيبت ديال التشامب، والاصل ديالها هي فايتر. ديانا خاصك اول حاجه تعرف لي زابيليتي ديالها، الكيو قلنا الضربه الاولى ديالها، هذه هي اول حاجه كتحل في الشامب ملي كيكون حاسس، هي ديك اللعيبه ديال هذيك اللعيبه البيضاء اللي كدور، هذه اللي حشت دابا على نازوس كدي الدامج لاي حاجه كاينه في ديك الطريق حتى كتستقر على الارض. هذه اول حاجه. اون ميم طون باي ذا واي الفيديو مزروب شويه على وديتاش، الجيم بلاي كانت فيها تقريبا شي 23 دقيقه، وعارف بلي بنادم ما يقدرش يبقى جالس 23 دقيقه كامل تفرج في واحد الستار وهو جالس، اي يبغي او موا بعدا يجي شويه. سو داكشي علاش نقص من الفيديو ودرت شويه ديك 14 دقيقه بحال هكا 13، داكشي علاش جربت اللقطات اللي كيكونوا عادي تنفارمي فيهم وهادي، او ميم طون كنهضر معاكم على التشام، ملي كتكون شي لقطه زوينه بحال كاين واحد البينطا كاين في الجيم بلاي، جبتو لكم بواحد البينطا تشوفوا كل شيء. في ماتش قلبيان سو هادشي اللي كاين. بالنسبه قلنا الكيو هي ديك اللعيبه اللي لحد دابا بيضاء، ديالها فيها واحد الشيلد، واحد ثلاث كويراش كيبقاو يدوروا عليها بحال هكا ياك. لابيليتي الثالثه ديالها هي واحد الداش، كداشي بحال هكا كيما دخلت عليه دابا، داشيت ودرت ديالي داك الشيلدات وتبعتها باوتو اتاك. وكيبقى الالتي، الالتيميت ديالها هو عباره عن واحد لو سيركل، واحد الشارج باي ذا واي. بزاف الناس كنشوفهم كيلعبوا الوايلد دريفت، ويلا كنت انت واحد منهم كتسمعني دابا وبغيتي تيست ديانا وتلعب بها، راه هذاك الالتي ديالها راه كيتشارج، شتيه كيتشارج مورك على الالتي وكيبقى ديك الدائره غادا كتوسع حتى لافان، هي كتطبق الالتي اون فوا كيتشارج مزيان راه كيدار بوحدو. الاغلبيه كيغلطوا هي كيوركوه كيحيدوا دوار صغيره بيضاء وكتمشي وما كدير لا دامج لا والو، كتحس براسك بحال ضيعتي داك الالتي هاك. هذه اول حاجه خاصكم تعرفوها، الالتي هو واحد كيتشارج مورك بقى مورك كيبقى غادي وكيكبر النسبه ديال الدامج اللي كيضرب. شنو مثلا شنو لي كومبو ديال ديانا، وعاد ديك الساعه نهضروا على الشيء اللي فيها والحاجه الخايبه اللي فيها. سو لي كومبو،
الكومبو الاساسي البيزيك كومبو ديالها ولي دخلها كنهضروا في بغيتي تقاتل تكون شويه اغريسيف ما تخليش بنادم طاغي عليك كياخذ لك الزبير ديالك وانت كتبقى واقف ما كتفارميش مزيان فارمي مزيان كيبقى يجي لك الزبير جي التوري ديالك كديه لك التوري مش عارف لقطه بالضبط اللي ضرب الزبير باش كيما قلت لكم الكومبو هذا هو الكومبو الاساسي ديال ديانا اللي فيه الدم مزيان في الاول تقدر دير ليه حتى الربع ديال الدم هذيك يعني ماشي شي واحد لو عارف راسك فاش قتلو انت اللي في الثروه ولا هذه ويكون عنده هو تالي في الربعه تقدر هذه واحد البين طاكيل هي هذه اللي قلت لكم شو كي دخلت عليها هذا هذا كان هو اللي في دي فيهم هذيك الاي دي سي ديالو فاروس من جول المهم قتلتو ليونا ماتت غادي شو كامبي او ميتو عندي دم قليل خاصني نعرف باش ندخل ندخلش في التنازوس الاخرى دارت هيل قتلتها حتى هي قد شوف هنا تعامل معايا سميتو ياسو باش خلى لي البنتاكيل ما بغاش يديها كنخسر شو وقتها ولكن بقى كيدور بلاصتو وخلى لي انا البنتا وهذا هو الشهامه ديال الرجال تعامل معايا بصح سو ميرسي ليه بزاف واخا ما كنعرفوش كنفرح ملي كنتلاقى بنادم كيعرف يلعب ماشي بالضروره يكون واعر ولا شكاري الجيم انا كتكون كتعرف تلعب عنده كوادرا وباقي عنده الدم باش يدير البانتا كتمشي انت كتسبقو تقاتل باش دير ليه ديك البانتا باش دير ديك البانتا خليه هو يقتل خليه هو يقتل عادي راه معاك سو ميرسي لياسو واخا ما كنعرفش واش كيشوف هذا الفيديو ولا غيشوفو شي نهار المهم ثانك يو سو ماتش برو المهم الباسيف ديالها ما هضرناش على الباسيف الباسيف ديالها كيضرب جوج ديال الاوتو اتاك الاوتو اتاك الثالث كيكون فيه الدمج كثر فهمتي سو كتضرب واحد الضربه بيها داك الشويه حتى هي في الباسيف هاي هي الشيء على الدم اللي كاين الاخوان شوف هاد المقطع عاوتاني شوف شحال عندي في الدم ها هو درت الشيل وطاشيت ضربت شو ودابا هو مفيدي عليا ديت هذاك الشيل بيت ليه تما مقتو حيت كون بقيت انا برا كانت هذيك غاي الاوتو ايم غيتحط عليا ديك اللعيبه جاو لي بجوج وما قتلونيش التيم ديالي هو جاي عندي باش يعاونني باش نجيبهم في الماتش ولا غيعاونوني طاشيت وهربت ليهم وغنجيب ليهم يا سلام نايس بلاي ليه سو الدراري كملو راه شويه كندوق في الهضره مع بزاف ديال الزانكو خاصني نعطيهم الضربه قلنا الكومبو الاولاني فيه 11 شيلد او ميم طون اوتو اتاك الاولى والثانيه وكتبعو كيو كتضرب الثالثه بديك هي شاعله فيها الضو باش الكومبو سوبر كومبو اللي ممكن تجيب به دبل كيل تريبل كيل كوادرا كيل تقدر تجيب هذا الكومبو هو ضرب اولتي ديالك الشارج مزيان كتطلق الشارج في ديك الوحده وسط داك الشارج حيت داك الشارج داك الاولتي ديالها كيدمج معاهم كاملين في الوقت كتضربو ديك الوحده كدير دامج خيالي وغتشوفو وان شوت ملي كتضربو وان شوت ماشي بحال نازوي وان شوت كنقصد بها كومبو كيقتل كومبو واحد واخا ما عرفتش شنو يكون داير من غير فهمتي دوك اللي مدخمين بليز مثلا يعني دوك اللي كيكونوا برون هادو ما تقدرش تقتلهم بونشو صعيب باسكو سون ديتان المهم هادشي اللي كاين لي زاني هادو هما لي كومبو ديالها العيوب والخبايا
من بين جوج خايبين اللي في ديانا الا مشيتي شاف الاول احسن تمشي اي اف كا ولا تلعب سيف عمال بقيتي كتدخل وكتلعب كيمكن لعب دابا انا شوف شحال عندي ديال الدم شوف هي شحال عندها ديال الدم ولكن انا تايق في لي زابيليتي ديالي وعارف شنو فهمتي زربة درت الباسيف ديالي مع ليها كلشي خرجتها مات شنو مازال الخبايا ديال هاد الا تفيدي الا ما تفيديتيش في الاول ولا متي بزاف مشالك الطرح هادي من العيوب ديال ديانا يعني ماشي متشاف في الاول غيتنك في الاخر غيولي يتسارى وسط الانمي في حالا هذا راه مدير والو راه كنت ديجا مع هذا الشوط شي تانكي ممكن او تانك اليوم هذا هو الطبيعي علاش حسيت ديال التيم ديالك كيفوق في سي هذاك اللي داكشي شنو مازال اوكي هادشي الحاجه الخايبه الحوايج الخايبه ديانا الحوايج مزيانه العكس الا تفيديتي بديانا كتولي اساسا بحال بحال دابا انا هذاك ديال لي زاساسين يعني كومبو ايغال كيل الييتو دبل كيل حيت كومبو فيه حتى الالتي الكومبو الكبير ما مشيتيش اساسين جيتي كونكيرو دوليه كانوا جوج كانت وحده تانك اليوم راه تانك اخوان وما عادش كي دخليها تعال شي كاين الى تفيديتي في الاول مشيتي اساسين كويك كيل مشيتي كونكورور كما انا مشيت في الطرح ومع العلم لي رون هنا غالطين مشيت ب لو دراغون انسيسترال كونكورور انمي تيوي فوتر ايكيب تيوي لو دراغون انسيسترال الناس اللي كيلعبوا جين في ا دي سي ولا ميس فورشون كيلعبوا بداك الصباط انا كونكورور تصاميم غلط ما كتشفش راسي باللي عندي ومع ذلك شوف درت في الجيم 18 الكيل 5 ديال الموتات وقيلا بشي شحال اسيست جبت لي اسيست حتى هما مزيان سيتو هادشي اللي كاين اخوان مميز جمال التشديدات كتولي مصيبه شنو مازال مميز ديالها تيم فايت دوبلي الكومبو ديالها كامل واعر تيم فايت وهنا غتشوفوا وان 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 كومبو وان كيل شو كاين ديال الجينكس عنده الدم كامل شي مات اشي كاين اخوان ميرسي بوكو على الدعم ديالكم صافي ان كون بليزير ولي فراسكم باي باي عليكم تشاو تشاو وليدات باي باي ما تنساوش ديروا ابونيك يلا باي باي